مساء الفل عليكم جمهور شاشة الصحة والجمال وجمهور برنامج فكرة. فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة. هكون معاكم النهاردة لمدة ساعة ونص على الهواء. عايزة كده ابتدي مقدمتي النهاردة عن حاجة مهمة جدا، هتكون هي مقدمة دينية شوية، ومعانا فقرة حلوة جدا يعني عشان كده نفتتح بيها الحلقة إن شاء الله. طبعا انتوا كلكم عارفين ان كل دين سماوي في الدنيا دي لازم بيكون، او كل عقيدة عموما بترتبط بوجود اله موجود في الخير وفي الشر، في الجنة وفي النار. كل عقيدة بتربط البني ادم اللي قدامها بالصح وبالغلط، بالحساب وبالعقوب. طيب اوقات البني ادم كده بيعترض على مصيره، بيقعد له يقول ليه يا رب، ليه يا رب انا بيحصل فيا كده، ليه يا رب انا بالذات، طب ليه ما بقاش زي غيري، طب ليه. الحاجات دي اوقات بتوصلنا المتاهة، بتكون طويلة جدا، واوقات بتخلينا ان احنا ما نؤمنش اصلا بوجود ربنا، او ما نكونش راضيين بالحاجة اللي ربنا بيبتلينا بيها. او اوقات انا بسميها شوية ان في ناس بتحلل لنفسها الصح او الغلط اللي هي بتكون بتعمله، بان هي بتقول خلاص انا مصيري مش كويس، خلاص يبقى ربنا مش عادل، استغفر الله طبعا يعني من الكلمة دي. فعشان كده النهاردة انا عايزة اتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الالحاد. طبعا هيكون معانا النهاردة الاستاذ او الداعية الشيخ محمد الازهري، محمد رضا الازهري. انا لازم يعني لازم طبعا اعرفه يعني اسمه كليا. هو معانا داعي اسلامي، ومعانا طبعا بيقدم ماجستير او بيحضر رساله ماجستير بجامعه الازهر. نورتنا. اهلا بك يا مروه، وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. العالي صوتك بقى. عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا ان انت جيت معانا. انا شفت طبعا قناه اليوتيوب بتاعتك جميله، واستفدت منك كتير جدا. ربنا يكرمك. وعايزاك بقى النهارده تفيد كده الجمهور بالموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده. عاوزاك مبدئيا كده تقول لنا ايه عن موضوع، او مبدئيا يا جماعه على فكره انا بقول له يا شيخ، هو صغير بس انا بقول له كده، هو بيخطب على فكره في الجامع وقدام الناس، وما شاء الله عليه يعني هو صغير، بس طبعا مش بالسن يعني، هو كبير عقلا وفكرا. عايزاك كده مبدئيا تقول لنا عن موضوع الالحاد ده، وتكلمنا عنه، ايه هو الالحاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها، وعافيه الابدان وشفاها، ونور البصائر والابصار وضياها. اولا الالحاد هو بالمعنى العرفي هو فكره انكار وجود الله سبحانه وتعالى. والالحاد يعني بنقسم الى بعض الاقسام، يعني عندنا الربوبي اللي هو بيؤمن بوجود اله بس بينكر الرسالات السماويه، بينكر الوحي، بينكر الانبياء والرسل. عندنا اللاديني اللي هو ما بيعترفش بوجود اديان اصلا. دي صور من صور الالحاد، وفي الحقيقه ان كلهم ضلال في ضلال يعني. ولما بنيجي نتكلم عن الالحاد يعني هو ما بنتكلمش عن حاله شاذه في المجتمع، هو عباره عن فكر اصبح له شعبيه وجماهيريه كبيره جدا. يعني مثلا دوله زي السويد او الدنمارك الغالبيه العظمى هناك ملحدين. 30% من المانيا ملحدين. 40% من فرنسا ملحدين، فهو ما يعتبرش فكر شاذ بل هو اصبح فارض نفسه علينا في المجتمع. طيب انا عايزه كمان اسالك عن حاجه، هو موضوع الالحاد ده طبعا انا اسمع ان هو من زمان جدا، بس تقدر تحدد لنا ليه تاريخ او وقت معين؟ هو لو جينا نبص على تاريخ اوروبا من مثلا سنه 500 قبل الميلاد، الفكر اليوناني، مرورا بالعصر الروماني، مرورا بالعصور الوسطى، ما كانش فيه الحاد بالفكر اللي احنا شايفينه النهارده. يعني كان زمان له عقيده غير دلوقتي، يعني مثلا كان زمان فيه الربوبي اللي هو بيؤمن بوجود اله بس مش معترف بوجود اديان ولا انبياء ولا رسل. الفكر الالحادي اللي هو احنا شايفينه دلوقتي هو ظهر تقريبا من حوالي 250 سنه، يعني هو فكره انكار وجود اله اصلا بالكليه دوت فكر جديد من حوالي 250 سنه. طيب انا عايزه اقول لك حاجه، هو مبدئيا كده بس عشان الناس تفهم، هو مين الشخص اللي انت بتتكلم عليه ده؟ طيب بس عشان ايه نعرف الموضوع ده. بص هو انا طبعا مقتنعه ان الموضوع اللي هو موضوع الالحاد ده طبعا هو من زمان جدا، من اوقات الاصنام كانت بتطلع، والناس اللي كانت ما اصلا مش يعني مش معترفه بوجود الهه وكل ده. بس انت في شخص دلوقتي انت بتكلم الناس عنه طبعا، فغير بقى ابو جهل بتاع زمان خالص. لا هو حاليا مثلا لو جينا نتكلم عن ابرز الشخصيات اللي بتدعو للالحاد،
عندنا الفيلسوف او الملحد الكبير طبعا ريتشارد دوكنز، دوت يعتبر حتى بلقبوه بنبي الالحاد. ده طبعا متمرد على الاديان وبدا يالف في كتب ومصنفات زي كتاب مثلا وهم الاله، وكتب مثلا اللي بدات تبقى موجوده دلوقتي، يعني مثلا كتاب يقول الله ليس عظيما حاشاه سبحانه، او الله الفرضيه الباطله. ليه الناس يا شيخ محمد دايما بتعترض فعلا على الموضوع ده؟ ما بقول لك انا لسه بقول للجمهور ان في ناس فعلا لما بيحصل لها حاجه تقول لي يا رب انا اللي بيحصل لي كده. عايزه اقول لك ان ممكن اصلا من المنطلق ده ساعتها يقولوا ان ما فيش اله اساسا. هو بصراحه الالحاد له اسباب كتيره جدا للاسف، يعني لعل ابرز الاسباب اللي ادت الناس لكده، رقم واحد هو عاوز يتخلص من التكاليف الشرعيه، مش عايز حد يقول له حلال وحرام او صح او غلط، ولا صيام ولا صلاه ولا عباده ولا اي حاجه، هو عايز ينكب على شهواته، يعني اعزكم الله زي اي حاجه كده، يعني عايز يعيش حر طليق على اعتبار ان الدين هو اللي خانقنا وهو اللي مدمر حياتنا، وده طبعا كلام غير منطقي بالمره. يعني هو رقم واحد في الاسباب انه عايز يتخلص من التكاليف الشرعيه. رقم اثنين، هو له اسباب كتير يعني لعل ابرزها، رقم اثنين بيبقى عنده مشاكل نفسيه، عنده مثلا اضطراب نفسي، عنده وسواس قهري، انسان غير متزن غير سوي، فبيبدا بقى لما يشوف اي فكره يقول له احنا عندنا الدنيا سهله، المذهب بتاعنا واسع، الدنيا بتاعتنا جميله، ما فيش حلال وحرام، ما فيش قيود، فبتلاقي بقى ان الدنيا ايه، يبدا ينحاز او يعتنق هذا المذهب يعني. لكن هو سببه سبب نفسي. في من ضمن الاسباب بتاعه الالحاد في ناس مش لاقيه اسئله او مش لاقيه الشهره، في حد عايز يظهر بين الناس ملوش. ايوه من منطلق يعني خالف تعرف او موضه او شهره زي ما انت بتقولي كده، ان هو عاوز يعني ايه، عاوز يظهر باي شكل من الاشكال. صح. فده برضو من ضمن الاسباب. وفي ناس مش لاقيه اجابات على الاسئله بتاعتها، يعني مثلا في الاسره مثلا لو حد مثلا قال سؤال خارج شويه، او رب الاسره مش عارف الاجابه، فيقول له ايه ده، انت هتكفر، انت هتخرج عن الدين، فده ملوش علاقه، ما فيش سؤال ملوش اجابه عندنا. من ضمن اسباب الالحاد برضو لما يشوف الغرب عندهم تقدم وعندهم حضاره، ويشوف احنا المسلمين يعني في ذيل الامم. أيوة. فيفتكر ان الالحاد هو السبب. لا، الالحاد مش سبب، ولا الدين هو سبب التاخر، انما هو السبب حاجه واحده بس، هو العلم، ان هم خدوا باسباب العلم. احنا قلدناهم في كل حاجه، قلدناهم في الاكل، في اللبس، في الموضه، حتى يمكن بقينا اشيك منهم كمان، لكن نسينا حاجه واحده بس، العلم. هم تقدموا بسبب العلم مش بسبب الالحاد. برضه من ضمن الاسباب احنا عندنا يعني لازم نعترف بكده، ان احنا بصراحه الا من رحم ربي عندنا جهل بالدين. يعني بتلاقي الناس متخرجين من ارقى الجامعات ما يعرفوش ابجديات الدين، حتى عن الصلاه، عن الصيام، عن اركان الوضوء، حاجات بسيطه جدا. ماشي يا شيخ محمد، دلوقتي اصلا بقى لما بيتقال ان في حد بيصلي، يعني كشاب بيصلي، ايه ده، دي حاجه جميله وجديده، مع ان اصلا الطبيعي ان اصلا الصلاه دي حاجه بصراحة حاجه اساسيه. لا لا، احنا ما نعرفش مسلم ما بيصليش. المفروض المسلم ده يعني ايه، ده زي ختم النسر كده، اي مسلم يعني بيصلي، مش تفضل من ضفادره. ماشي، بس دلوقتي بيقول لك ايه ده بيصلي وعارف ربنا، انت متخيل يعني؟ هو دلوقتي بقت الكلمه دي بتتقال يعني كان مش الطبيعي اصلا ان اللي قدامك لا بيصلي. لا، احنا بقى لازم نصحح المفاهيم. احنا اصلا علاقتنا بالدين كدراسه او كعلم يعني بصراحه بنشوف بالنسبه لدراسه الدين عندكم في التربيه والتعليم او كده، كل علاقته بالدين هم الورقتين اللي بذاكرهم قبل ما يدخل يمتحن، وعلى كده اتعشت خلاص، هو مالوش علاقه بالدين بعد كده. وبتلاقي يعني ابسط الاسئله مش عارفينها. فبذلك بقى لو في اي شبهه او اي سؤال غريب او اي حد بيدعو لاي فكر، تلاقي سهل عليه انه يتقبل الافكار دي. وفي الاخر ده كله بيؤدي للانتحار، في ناس كتير منهم بينتحروا على فكره. لذلك حتى اكبر نسبه انتحار في العالم كله في الملحدين. ليه؟ يعني واحد ملحد برضه كان من الاثرياء كتب رساله بعد ما انتحر طبعا، قال جربت كل شيء وزهدت في كل شيء فانتحرت، لم اجد شيئا اعيشه من اجله. يعني الملحد، احنا مثلا لما الدنيا بتضايق علينا شويه او في ابتلاء او زي الوباء اللي احنا عايشين فيه، بنقول يا رب، مؤمنين ان احنا ربنا هيكرمنا، البلاء هيرتفع، او اي ظروف صعبه بتمر بالانسان بنقول يا رب تعدل، ان شاء الله في جنه بعد كذا لما ربنا يكرمنا. لكن هو لما يحس اي ضغط عليه بيحصل في الحياه، خلاص انا هعيش عشان ايه؟ صح، انا هعيش عشان ايه في الاخر يعني؟ هعيش واتعذب؟ لا. لذلك هم اكثر نسبه انتحار في العالم كله. طب من وجهه نظرك ايه الادله اللي ممكن توضحها للناس اقل حاجه على الاقل، ان يعني على وجود ربنا؟ طيب قبل ما اروح للادله، يعني انا لما الاقي مثلا فكر زي دوت، دلوقتي ده طبعا فكر وفرض نفسه علينا في المجتمع، الفكر يواجه بالفكر،
قبل ما اروح لسؤالك تمام كده، الفكر يواجه بالفكر. احنا مثلا بنشوف افكار وفي شبهات واسئله، لا نعرض اجابات على الكلام دوت ونواجهها بكل قوه، ويبقى دوت واجب على الدعاء ان يتكلموا بالعقل بالمنطق، ومش بؤمن بقران او سنه، لا نتكلم بقى بالعقل واجاوب على الاسئله بتاعته ونحارب الفكر ده. وقبل كده كمان الملحد برضه ما نبصش له بنظره انتقاص او نظره احتقار، لان هو نعتبره برضه اخويا في الانسانيه. اقابله بسعه صدر، اتكلم معاه بمنتهى الحب، لان ممكن ربنا يكرمه ويؤمن في الاخر ويبقى عند ربنا افضل مني. يعني ما افقدش الامل فيه ولا حاربه ولا اضطهده. يعني في مقوله بتحضرني دلوقتي الامام علي بن ابي طالب، يعني تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور، كان بيقول: لا تنظروا الى ذنوب العباد كانكم ارباب، وانظروا الى ذنوبكم كانكم عبيد، فان الناس مبتلا ومعافى، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. فان احنا ممكن اي حد فينا يقع في الابتلاء دوت في يوم من الايام، فاحنا ما نضطهدهمش. ارجع تاني الادله العقليه على وجود الله. طيب في حاجه اسهل من الادله العقليه قبل ما اروح لها، في حاجه اسمها دليل في الفطره، حاجه كده في خلق الانسان، في فطره الانسان ربنا خلقنا به، بستدل من خلالها على وجود الله. يعني مثلا شيء مغروز مركوز في اعماق الانسان. اللي بين دوت فيلسوف ديكارت، وده طبعا ابو الشكاك، يعني اللي هو شك في الدنيا كلها بس اعترف بحاجه زي كده. هو معظم اصلا يعني فلاسفه بيكونوا للاسف بيشكوا دايما في وجود الله، مش عارفه ايه السبب. لا ده مش ممكن، لكن احنا لو جينا بقى على كبار الفلاسفه من الاول خالص، من سقراط، من افلاطون تلميذه، من تلميذه كمان ارسطو، لدلوقتي لقيت معظم العلماء حتى معظم اللي خدوا جائزه نوبل مؤمنين. بس هو يعني ايه الفكر الغريب هو اللي بينتشر اكتر لانه شيء غريب. الادله العقليه، او بنتكلم دلوقتي عن ادله الفطره، ديكارت كان بيقول ان معرفه او الايمان بوجود الله ده حاجه مخلوقه في الانسان. يعني لما ربنا خلقنا ديت مثلا علامه، حاجه يعني زي ايه موجوده كده مغروسه في الانسان، زي ما تكون علامه للصانع على صنعته. يعني ما فيش انسان بيتولد غير لما يكون عنده فطره بالايمان بوجود الله. يعني مثلا حاجه كده مغروسه زي الختم كده، مثلا لو انت مثلا شفت موبايل معمول عليه التفاحه الجميله دلوقتي، تعرف انه مثلا تبع شركه ابل مثلا او كده، فخلاص زي اي شركه او البراند او كده، ديت موجوده علامه في الانسان بتعرفنا ان في وجود اله. وفي بحث اتعمل من كبار علماء الملحدين تبع جامعه اكسفورد، البحث ده اتعمل على 20 دوله، فالمهم نتيجته بتقول ان الاطفال بالفطره بتولدوا مؤمنين بالله، ومش كده كمان، لا مؤمن كمان في حياه بعد الموت. يعني هو بتولد بفطرته ان هو مؤمن بالله وان في حياه كمان بعد الموت. ده طبعا لما اتكلم عن الفطره هم اصحاب الفطره السليمه والنفوس المستقيمه، لكن في ناس طبعا منتكسه الفطره او فطرتها غير سويه، فدوت مش هيعترف، هيقول لها دليل بالعقل. طب ماشي دليل بالعقل، في حاجه اسمها دليل الحدوث، اللي هو بيتكلم عن كل فعل لابد له من فاعل، ولكل مسبب لابد له من سبب، ولكل معلول لابد له من علة. تمام. ولكل حادث لابد له من محدث. تمام كده. يعني احنا مثلا بنقول ان العالم دوت موجود او مسبب، فلابد من سبب هو اللي اوجد العالم ده. يعني مثلا بنتكلم عن سماء وارض، بحار وانهار وجبال، كواكب ونجوم، ونظام دقيق ومتقن ومحكم اللي الكواكب دي ماشيه بيه، يستحيل عقلا ان دوت كله موجود عن طريق الصدفه والعشوائيه، فلابد من خالق لهذا العالم. والخالق دوت مش محتاج ان حد يوجده، يعني هو ده عله اولى اوجدت العالم ده، مش هينفع ادور له عن خالق تاني. لو احنا مثلا جينا نتكلم عن حاجه بسيطه خالص، استوديو زي اللي احنا قاعدين في دوت بالتصميم والديزاين اللي هو موجود فيه، هل من العقل كده او من الممكن ان احنا حد يقول ان الاستوديو دوت موجود كده بالصدفه والعشوائيه يخرج بهذا النظام او أكيد لا طبعا. التصميم او الديزاين دوت يستحيل عقلا، بدليل ان احنا على مر التاريخ ما شفناش حاجه اتوجدت كده بشكل متناسق وجميل موجوده بالصدفه والعشوائيه. فاحنا قدامنا احتمالات ثلاثه، اما هنضرب مثال على الاستوديو هنا، اما الاستوديو دوت هو اتوجد كده لوحده، او ان هو اوجد نفسه، او ان في صانع اوجده. ان هو موجود كده لوحده ده يستحيل، ما شفناش حاجه اتوجدت لوحدها،
لان لكل مسبب سبب، صح كده؟ اكيد. طيب الاحتمال الثاني ان هو اللي اوجد نفسه. ازاي بقى؟ يعني هو كان موجود قبل ما يبقى موجود علشان يوجد نفسه، وده كلام طبعا مستحيل عقلا. فالاحتمال الثالث ان هو في حد اوجده، هو في حد صنعه. طيب اذا كنا احنا بنرفض المنطق دوت على جزء من اجزاء من الكون، فما بالك يعني بالكون الفسيح اللي احنا عايشين فيه ده، ان احنا نقول ده موجود بشكل عبثي او بشكل. بس يا شيخ محمد، هو بصراحه يعني موضوع، يعني اسف طبعا ان انا قطعتك، موضوع اصلا وجود ربنا ده ليه يعني مليون دليل وعايز كلام كتير جدا جدا. ربنا يخليك يا رب، شرفتنا يا رب كتير، ولينك طبعا معانا حلقات تانية كتير جدا تشرفنا فيها، وشرفتنا والله واسعدتنا والله بلقائنا معاك. ربنا يكرمك. فاصل ونعود.